السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته. كيف اخبارك؟ تمام. جيتلكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ رياكشن على مين؟ على ساره مهند. بصراحه ما عندي اي احد يسوي علي رياكشن، لقيت اول واحد قدامي قلت والله بسوي عليه رياكشن، بس عشان يكون بعلمكم ان انا ساره ما احبها، انا مو اطيقها ما احبها، يعجبني محتوى لكن هي ما احبها. ماشي، اول شيء. ثاني شيء، ترى بعمري ما سويت لها فولو، وحتى هذا حسابها الاصلي ما مسوي لها فولو، لكن ايش نسوي؟ هذا حالتي. قلت لك ايش ايش عوزتك المار؟ قال لا مار منه. ايش ذا؟ خلينا ما ادري. لا تنسوا لايك واشتراك، سويت موجود تحت الصندوق تابعوني عليها و ليتس جو. نشرب القليل من الشاي. الله يكرمك. هذه ساره مهند يا بابا، شوفوا عندها تقريبا 10 مليون، انا ودي افهم شغله واحده، عندها 10 مليون و200 مليون لايك، اوكي؟ ليه ما عندها توثيق؟ لا اقصد ليه ما هي موثقة؟ يعني يمكن حسابها فيه شيء مخالفات او شيء، فيمكن يمنع التيك توك. تفضل شادية خانم. لا حبيبتي ما حذرتي، انت وضرتك شفيقة راح تدقولي وانا راح غرفي. وتكرمي. يلا. لسه باقي هين 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 اللي ورا يا الكمبارس، لسه باقي ما صار الرقص يعني. واللي ما بده يغني ويسقف معنا يفرقنا بريحه طيبه. يلا فوزي بيش من عندك. لك ومشوف بدي ما فهمت ابدا. ترى مصورك واحد هو واقف فيس، يعني لا تحسسيني ابداع مره ابداع. اخرى شوف مين دعمها، مز دعاء نفسها بالضبط. هاي جايز، اليوم قررنا نروح الكورنيش ونحط اغاني العيد للناس ونشوف ردة فعلهم. سو يلا معانا نوريكم ردة فعلهم. محلاهم ما يرقصون، محلاهم ما يرقصون. انتصار مهند يا ابوي، لا والله صدق، يعني محلاهم ما يرقصون. تخيل ما يرقصون، هذاك يسوي لك كذا رقاصة مستغرب. المقطع نفسه صراحة. صوت شعره. هي بدي افهم شغله، ليش كل بنات التيك توك يحبون يحطون نمش؟ النمش من الله ما يجي الا للشقر، اوكي؟ تجي انت وحده سمراء ما ينحط، والله ما ينحط حنطي ولا ابيض، ما تجي النمش للشقر، بس على كيف ابوك تحط لي نمش على راسك ما تجي، تمام؟ يا ريت تفهموا، التيك توك كلهم، ايش ورد من اهلك؟ ممكن تقصد انه يعني عيونها خضر، مدام ليش حس انه فلتر او شيء زي كذا. عدس عدس، انا اللي ورثته من اهلي شيء كم واحد ما ادري. المهم ورثته طول من الوالد، ورثت الخشم الطويل من الوالده وخوالي، ورثت الخط من الوالده لانه ابوي لو تكتب خطه تحس انك دكتور وما تفهم الحرف، وهذا اللي ورثته بس. سارة تعجبني بشيء واحد بس، المكياج حلو، تعرف تحط مكياج، اوكي؟ هذا المكياج هذا الاكسبونا، مو المكياج هذا، هذا المكياج هذا الاكسبونا، بس هنا شوف هنا 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 ايوه هنا، لما ترجعين وترجعين تحطين وترجعين وترجعين هيك، لو انك تحطين على كل ضربه مكياج شكل او تغيرين بس شيء واحد بيكون مقطع اسطوري. 10 ساعات ليه؟ اوكي يمكن الرسم خذ من 10 ساعات. اللباس عجبني صراحة، والله اللباس هنا عجبني، هذا احنا نسميه شبوني، هذا كامل احنا نسميه شبوني اللي لابسته تحت، هذا فوق قميص، شو تريد تسمى يعني هذا قميص،
حلو المقطع بصراحة، أنا أعجبني هذا المقطع الفيديو اللي عجبني. بتاخذ كم في الشهر؟ 7 جنيه. كم؟ 7 جنيه في الشهر؟ في الشهر. عندك أولاد؟ عندي 7 في الشهر؟ 7 أولاد. 7 أولاد. 7 أولاد؟ 7. أمك موجودة؟ موجودة وقاعدة معايا. قاعدة معاك. حماتك موجودة؟ هدير أخرى قاعدة معايا في نفس الأوضة. فين؟ في نفس الأوضة. الله، كلكم قاعدين في أوضة واحدة؟ الله، سايبين الشقة كلها وقاعدين في أوضة واحدة؟ هي أوضة يا سيد. أنت شقتك أوضة. أنت وأمك ومراتك وحماتك؟ وسبع عيال؟ وبتاخد 7 جنيه؟ اتكل على الله واشتغل رقاصة يلا. الشكل حلو، أنا يعجبني شكله صراحة، شكله حلو. اسمع، ما أطيق، أنا ما أطيق، أوكي؟ يعني الجلسة دي ما أطيق، خصوصا الجلسات دي أنا ما أطيق، والحضر أنا كله ما أحب. لا أمزح أمزح، والله أبي أخوي حضر، قلبه بالهداية، كوكو، مشاري حبة، هذول من الحضر أخوي، أخوي بالمدرسة بس. أنا أطلع أنام. أبوه. ما سمعتش الصوت، الإبرة، أرميها ترن. هي هنا المشكلة، اوكي؟ شوفوا المشكلة هنا بالضبط، هنا ان اكبر مشجع لك في الاشياء اللي تسبب لك جهنم، توديك دايركت جهنم، انه يكون اهلك داعمينك، اوكي؟ يعني بكرة ترى بنتك مو بس بنتك، انت اكثر واحد تدخل جهنم. انا يعني استغفر الله العظيم، انا ما اتمنى، ماشي؟ لكن هذا الواقع حرام يا ابوي، حرام حرام. هذا ودي يصير يرجع طفل. هذا جايز، اختي دانا اجت عندي فجأة وقالت لي شيء خلاني خلاص ببكي، قاعدة اطول شعري وما رضيت اقصه مشان اقلد ساري لما برعت بشعرها لمرضى السرطان. حاسه بشعور حلو اني اثرت على اختي الصغيرة انه هيك بشيء حلو كتير. هلا رح اربط لها شعراتها الاثنين واضفرهم. انه شلون هيك طلعت اوريدي عم تخطط عشان تسوي كذا. مرضى السرطان شباب، شوفوا ما عندي اي مشكله، برا انا ما ادري وش حكمها، اوكي؟ اسلام ويب نفسه يقول انه ما يجوز، ولكن يعني خلينا نكون واقعيين، اوكي؟ انا اخر شيء بسولف لانه زقتها، وتعرفون نحب بسولف نشاوي البنت هذه بالكثير عمرها ما اشوف 13 سنه، مبين مسلومه يعني. شوف كيف لابسه، اشوف كل صغيره، اوكي؟ وانها البنت اللي 9 تدخل اتوقع في البلوغ اللي هو الشيء الحرام والحلال، تدخلنا ما يصير. المهم ما علينا الحين هنا، لكن هذه بكره تكبر اتفلوا بوجهي اللي لبست حجاب، اتفلوا بوجهي اللي لبست حجاب. هي انا بكون صريح معاكم على الختمه العشرة، كيف راح تلبس حجاب وهي منها صغيره؟ شوفوا كيف لابسه، والله العظيم ما ادري صراحه، انا ما ادري المشكله، ما ادري. انا الحين سؤال بس، انتم تحسون ان هذه المقاطع طبيعيه ولا انا الغبي؟ شوف انا غبي من زمان، اوكي؟ اتخسي مو انت الغبي، ماشي؟ اللي يقول لي غبي انت غبي. انا احس هذه ما هي طبيعيه، احس انه هذا الشيء ما هو طبيعي ابدا، خصيصا البنت وهي صغيره. لكن احنا ما علينا. اوكي شباب، لو كل صلاه المقطع تصير لايك واشتراك وتفعيل زر جرس الصندوق وتابعوني عليها. شباب انا ما عندي عداوه مع ساره ابدا، ومو قصة اني اكره هذاك الكره، لكني ما احبه، انا من النوع اللي انا عندي 4-15 خصلان. المهم انه من اللي ما احبه هي سارة موجودة، مو اكرهها زي تالا والشلة ذيك، لا ما احبه، بس ما احبه. وكل ما عندي انه الله يعينه وصلوا على النبي، سلام عليكم.